السويديون يهربون من قيود كورونا إلى المشروبات الكحولية. السلسلة الوحيدة لبيع المشروبات الكحولية في السويد تحقق في العام 2020 ارتفاعاً كبيراً في المبيعات والأرباح، في أفضل عام لها على الإطلاق من الناحية المالية. الشركة تقول إن آثار جائحة كورونا وزيادة مبيعات المشروبات الكحولية باهظة الثمن كان السبب في تحقيق هذه النتائج المالية. أرباح الشركة تضاعفت قبل الضرائب لعام 2020 تقريباً لتصل إلى 597 مليون كرون مقارنة ب 304 ملايين كرون في العام 2019. كما أدت سلوكيات العملاء المتغيرة إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت، حيث نما التسوق الإلكتروني للشركة بنسبة 42% في عام 2020، غير أن أرقام الشركة عبر الإنترنت تمثل أقل من 30%، فيما تبيع المتاجر حوالي 70%. ورغم ازدياد شراء المشروبات الكحولية، أظهرت الاستطلاعات أن عادات استهلاك الكحول لم تتغير بالنسبة لغالبية المستهلكين، حيث قال 70% منهم وفق استطلاعات الشركة إنهم يستهلكون الكميات نفسها كما كانوا قبل كورونا، وقال 20% منهم إنهم باتوا يشربون أقل، في حين ازداد استهلاك 10% من المستطلع آراءهم في أكثر من استطلاع. السويد صنفت الكحول كعامل خطر خلال انتشار كورونا، واستقرار الاستهلاك على مستوى السكان لا يعني أنه لا توجد مشاكل. في الوقت الحالي هناك حظر على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات بعد الساعة 8 مساء حتى 28 من شباط فبراير الحالي. واعتبارا من مطلع آذار مارس، سيتم السماح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 10 مساء، وسيسري ذلك حتى 11 من نيسان إبريل. الحكومة عزت تمديد الحظر لانتشار العدوى المرتفع في السويد والمخاطر المتزايدة التي تسببها الطفرة الفيروسية المنتشرة في البلاد، وأكدت إنها ستمدد الحظر إذا لم تتحسن حالة العدوى.